أصدقائي السلام عليكم، أتمنى تكونوا بخير وعلى خير، الأمور ديالكم طيبة في أفضل الأحوال. الحصة ديال اليوم حصة مهمة من بين الحصص اللي كنخدموا فيها الكوريكشن ديال ليكزامز وكنخدموا تاس. اليوم إن شاء الله غادي نخدموا البريبوزيشنز، غادي نركزوا على واحد خمسة ديال البريبوزيشنز: ات، باي، فور، ان، اون. يمكن بيكون بعض الأصدقاء يعني التيتشرز ديالهم زادوهم مثلا شي وحدين أخرين، ويذ فور إكزامبل، ولا البريبوزيشنز فور إكزامبل أوف ليتس سي هير بليس أخرين وتايم أخرين، ولكن هادو أهم البريبوزيشنز اللي بغيتك تركز عليهم، خاصة أن البريبوزيشنز في اللغة الإنجليزية كيديروا بروبلمز حتى الناس اللي هما شوية عندهم يعني أدفانسد في الليفل ديالهم. ما كنخلعكمش، ولكن فقط كاين واحد القواعد خصكم تعرفوهم. إذا اليوم ما غاديش نديروا درس أصدقائي باش ما يجيش الصديق يقول لي راك ما شرحتيش هادشي مزيان ولا ما فهمتوش، فقط نوريكم كيفاش تتعاملوا مع الانسرز يعني التكنيكس باش تجاوب نهار الامتحان ان شاء الله، باش تخطف النقيطات كيف ما كنقولوا. اولا كاين فرق ما بين البريبوزيشنز والبريبوزيشنال فريز. اوكي، حنا نخدموا البريبوزيشنز، ومنين نوصل لشي حاجه اللي عندها علاقه بالبريبوزيشنال فريز غنقول لكم الفرق ما بيناتهم بجوج. البريبوزيشنز حنا غالبا كنخدموا على واحد ثلاثه اللي هما ات، ان، اون، كنخدموهم في تايم اوف بليس. كاين واحد لا ليست اللي مثلا مشيتي لجوجل قلبت عليها غتلقى ديال بليس وديال تايم، ومن بعد نقدر نديرهم لكم هنا في القناه. وبالنسبه للباي فور كنلقاهم بزاف مع البريبوزيشنال فريزز. فقط ركزوا معايا مزيان وغادي تفهموا هذه الامور بطريقه بسيطه بزاف. اذا كنصحكم ورقه وستيلو وتبعوا معايا مزيان هذا الكوريكشن هذا، ونقولوا بسم الله. اوكي، السؤال عندنا: complete the sentences or the sentences with one of the prepositions from the box. الامتحان مثلا غيقول لي سيدي كمل الفراغ ولا ملء الفراغ ولا اختار، المهم غادي تخدم على هاد البريبوزيشنز. ركز معايا دابا مزيان وحاول حتى تيست راسك. والاصدقاء دائما كنقول لك يتفاعلوا، ماشي مشكل يجاوبوني في التعليقات، والاصدقاء اللي غير كيشوفوا ما فيها باس، ما تبقاوش غير تشوفوا يعني، ديروا لنا لايك مثلا ولا تعليق باش نعرفوكم حاضرين معنا، وحتى نتوما تدخلوا معنا في العائله ديالنا. اذا عندنا ات، باي، فور، ان، اون. اذا حنا عندنا هاد الخمسه ديال البريبوزيشنز. انا نهار الامتحان غنكون عارف ان ات مثلا وان اون عندهم علاقه بالبليس وبالتايم. اوكي، هادو خص تكون عاقل عليهم. دابا ملي غنجي نشرح لكم انا الانسرز غنعطيكم علاش درنا هادي وهادي. باي فور غنكون عارف ان باي كنستخدم على هادي وفور لهادي. اذا هنا انت عندك واحد الفكره قبليه على هادشي يعني. دابا حنا في الامتحان، انا دابا سيدي جاني مثلا نهار الاكزام جاني هاد السؤال، ركز معايا مزيان. شي واز اوكي يونيفرسيتي when she heard about the death of her father. She was university when she heard about the death of her father. يعني كانت في الجامعة ملي سمعت الموت ديال الأب ديالها. عندك الفراغ وعندك university. إذا هنا بطبيعة الحال أنت كتهضر على واحد specific place. ودائما عقل معايا اللي كيتبعوني مزيان وكيتيقوا في هضرتي، ركزوا مع الهضرة ديالي، سمعوني مزيان. أوكي؟ دائما من يكون عندك specific place غتستخدم at. اوكي، غدير شي واز ات يونيفرسيتي. كاين اللي غيقول لي علاش اخويا قلتي ات يونيفرسيتي وما قلتيش ان؟ غنقول لك برافو عليك. هنا بطبيعه الحال ما يمكنش نقولوا اون، ما يمكنش نقولوا باي، ما يمكنش نقولوا فور. اذا غتبقى لي ات و ان. ان ما يمكنش ديرها لانني كنهضر على البلايس فين كانت، ما كنهضرش على انها انسايد، هي اصلا راها كانت فور اكزامبل داخل في هذه القاعه ومشات لهذه القاعه. ولكن حنا كيهمنا هذيك البلايس اللي هي جنرال يعني الكبيره، كانت في لافاك وعاد فور اكزامبل الا صونيت عليها وقلت لها فين راكي تقول لي اي ام ان ذا كلاس روم مثلا، انا في القسم. ولكن لكن هنا غنقولوا at university، وهذا هو اللي كيغلطوا في الاصدقاء كيديروا مثلا she was in university، وهذا غلط. علاش؟ كتفكر بالعربيه، ما عمرك البريبوزيشنز تفكر بالعربيه، غادي تمشي حول، اسمحوا لي، غادي تهرب واحد الهربه بوحدها. دائما غنقول بهذا التفكير، عندي هنا university كنهضر على واحد general place كبيره، ولكن راها specific. ملي كنقول general ماشي كنقول زعما العكس ديال specific، يعني كبيره اش كنقصد، وعاد فيها القاعات in 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 in. اذا هنا غنقولوا at حيت specific place. نتمنى تكونوا فهمتوا. ودائما شوف الفراغ اللي قبل من الكلمه، ما كيهمكش هذاك الريس كله، هذيك وين هير ما كيهمكش. نمبر 2 عندنا وي يوجولي جو اون هوليديز. دائما كنقولوا جو اون هوليديز، ما كنقولوش جو بعدا فور اكزامبل، هذه راه واحد البريبوزيشن اللي اصلا راه مشروحه هنا، ما كنقولوش فور ولا ان، كنقولوا اون. وعندنا سبيس بلين، وعندنا بات This year we are going to Italy with no car. الجملة فيها جوج الكلمات، أوكي، جوج ديال الحويجات. عندنا noun اللي هو plain، وعندنا car اللي هو plain. اصلا البريبوزيشنال فريزز دائما كيكون مور منهم noun، كنهضروا على البريبوزيشنال فريزز. اذا هنا بطبيعه الحال ملي كيكون عندك لي موايان دو ترونسبور دائما كتستخدم باي، عقل عليها. اوكي، وي يوجولي جو اون هوليديز باي بلين. اوكي، الا ملي كتهضر على رجليك ما كتقولش باي، ما كتقولش في رجليك ما كتقولش باي فيت، لا هذاك غلط. إذا هنا هي الوحيدة اللي ما كتقولش باي فيت، باي بلين، باي بايسيكل، باي موتور بايك، باي كار، باي اوكي فور اكزامبل ترين، ليتس سي هير ترام، ولكن الفيت لا.
إذا هنا we usually go on holidays by plane وعندنا by car. شنو هو المشترك ما بين play و car؟ plane و car sorry أنهم جوج بهم دي moyens de transport. هكذا كتخدم بهذه الطريقة وتجي غادي. إذا بقي إذا عندك أي moyens de transport غادي نستخدم ليها by. اللي كنهضر على المشي أنا حيت عندنا واحد الطريقة غنشوفوها دابا. Let's go a walk. The weather is so great. Let's go a walk. The weather is so great. يعني خلينا نمشيو نضربوا دويره بالمعنى ولا نتحركوا الجو زوين. هنا بطبيعه الحال كنقولوا let's go for a walk. اذا هنا بطبيعه الحال هاد for a walk راه prepositional phrase. هذه عباره دائما خصك تقلع عليها go for a walk. هكا احفظها. هذه يعني القاعده ديالها كتمشي بحال هكا. ما كنقولوش go in a walk, go at a walk, go by a walk. ما كتجيش اصلا. كتقول go for a walk. اذا هنا الا بغيتي الترجمه بالعربيه اللي كيديروا الترجمه هنا كيغلطوا كيقول لك مثلا لنذهب من اجل مثلا ذهاب ولا مشيه ولا خرجه. لا ما كتفكرش بالعربيه كتعقل عليها بحال هكا بالبراكتس كتعقل عليها. اذا دائما go for a walk. نتمنى تكونوا فهمتوا هذا الاكسبريشن. Next one, عندنا the train was traveling space a speed of over okay 150 kilometer an hour. هنا بطبيعة الحال كنقولوا train وعندنا speed. إذا حنا اللي كيهمنا speed السرعة. إذا الإجابة هنا غتكون أصدقائي the train was traveling at speed. هذه هكا كتقال دائما at speed. علاش كناخذوها بحال واحد prepositional phrase كما قلت. ما كنقولوش by speed. لا تفكر بالعربية تقول by speed. لا تفكر بالعربية تقول بواسطة سرعة. at a speed عقل عليها at a speed دائما عقل على هذا الاكسبريشن في حالك at a speed. next one عندنا she got okay هذه تبعوا هنا مزيان هذه الكلمه هذه مهمه بزاف. she got blank the bus at Oxford Street and got off 5 stops later. هنا الكلمه اللي فهادشي كله هو ديك the bus والفراغ اللي قبل يعني منها ما كيهمنيش الريست. اذا غتقول يا خويا راه عندك the bus واحد المويان دو ترونسبور. اذا تقول she got by the bus. اوكي هنا بطبيعه الحال راه نقولوا شيكوت يعني طلعت في البيس طلعت ركبات فيه ماشي مشات بواسطتها عفوا ركبات فيه. غادي تفكر ما بين جوج ديال البريبوزيشنز سواء تفكر ما بين ان ولا اون ولكن هنا البيست انسر غتكون هي اون وانا نشرح لك علاش غير ما تزربش. اذا الجواب غيكون شيكوت اون ذا باس و تتيما ما كتهمكش خويا علاش قلتي اون ذا باس. انا فهمتك خويا قلتي ما قلتيش باي ذا باس لانك كتقول طلعت ما كنقولوش مثلا جو فهمني مزيان. هذيك يوجلي جو باي هذه غوت يعني الباس ديال جيت يعني ركبات. دابا فهمتي الفرق ياك مزيان. اذا خصك تركز في الجمله ماشي تقول خويا غير قلتي لي بلين كار اذا حتى انا غندير باي. راه خصك تكون كلافر ذكي. هذيك عندك يوجلي جو هاو دو يو جو تو سكول اي جو تو سكول باي ماي فادرز كار. هنا لا غوت راه الباس ديال جيت باش ما تدوخش بلاني كيبغي يدوخك. هنا علاش قلنا on the bus لان ملي كنهضروا على لي موايان دو ترونسبور اللي كيكونوا واسعين وي كان موف انسايد ممكن تحركوا فيهم تمشاو. اذا انت تقدر تقول هنا بالنسبه لك اللي تستخدم فيهم on عندك on the bus اذا راك تمشى في البيس. عندك on the tram يعني ملي كيصون عليك صاحبك بالعربي يقول لك فين راك كتقول له I am on the bus. على علاش انك تقدر تمشى في البيس on the tram مشترك بيناتهم تتمشى فيه. اوكي on the plane on for example the كيف ما قلنا the boat the ship الا حتى الشيء فيها اكسبشن في بعض اللحظات الا الكار والتاكسي كتقول ان ذا تاكسي ولا ان فور اكزامبل لي سي هير ذا كار ولا ذا كاب كيف ما كيقولوا فور اكزامبل امريكان بريتش. نتمنى تكونوا فهمتوا دابا. اذا لي موان دو ترونسبور دائما كتستخدم فيهم اون الا كنتي في وسط منهم راكب فيهم ولكن الكار والتاكسي دوك الصغيورين اللي ممكنلكش تحرك فيهم كتستخدم ان. بالنسبة أصدقائي number 6 despite the bad weather all trains are running وعندنا time. بالرغم من أن الجو قبيح يعني بمعنى يعني كاع لي تران مثلا ولي تران خدامين في وقت ديالهم وما عندهمش يعني الروتار. شنو غنقولوا هنايا on time. on time خصك تعرفها كتعني the exact time. يعني مثلا إلا كان غيجي للمحطة مع تسعود راه غيجي مع تسعود كيحترم وقته. مثلا إلا شي واحد قال لك for example let's say here I come on time يعني راني جيت في الوقت ولا I came جيت في الوقت يعني I came on time راني جيت في الوقت. on time يعني كتعني the exact time و in time كتعني around time. مثلا انت معك مع الربعة وانت جيتي مع الربعة قل جوج دقائق ولا الربعة وجوج دقائق كتسمى in time يعني around time. قليل كيف هاد النوعية ديال expressions. اذا هنا نقوله on time. انا كنشرح لك الاكسبريشن ولا الورد وعلاقتها بالكونتنت يا الكونتنت ولا for example structure البنية ديال الجملة. اوكي عندنا سيدي bats are mammals that are highly active وعندنا night. انا اللي كيهمني هو هاد نايت كاين لا خفاش لا سديت الاول كيهمني هاد نايت. واحد القضيه خصكم تعرفوها دائما نون ونايت كنستخدم لهم at at night at noon عقل عليها كتبها عندك. اذا هنا الجواب غيكون عندي at night.
اوكي ما كنديروش ان نايت ما كنقولوش ان نون ات نايت و ات نون عقل على هاد الكلمات بليز ندوزو عفوا اصدقائي نمبر 8 this village isn't even okay we space the map it's so small هنا بطبيعه الحال نقولوا ماشي على الخريطه يعني على اون راه باينه هاد الفيلاج يعني ماشي على الخريطه هذه مفهومه اون ذا ماب it's so small يعني ملي كنقولوا ماشي نقولوا ان ذا ماب راه غادي تكون مخشي في الخريطه راه بزاف كيف كيغلطوا لا يعني كنقولوا ماشي على الخريطه كنقولوا باللغه العربيه اذا هنا غنديروا اون ذا ماب We usually go to dance class وعندنا Mondays اوكي ركزوا معايا في هذه الفكره مزيان Mondays باش تفهموا بعدا راه كتعني every Monday كاين اللي يقول علاش اخويا درتي ديك اس يعني في عوض ما نقولوا every Monday كنقولوا Mondays اوكي يعني هنايا راه شي حاجه اللي هي habit ولا روتين كتدار ديما اذا دائما مع days of the week كنقولوا on Mondays اذا دائما انت غتقول on Monday يعني الاثنين حتى الحد اذا نفس الاستخدام on عقل عليها on days of the week مع ايام الاسبوع Next one, عندنا nightfall over 10 inches okay, of snow had fallen. يعني طبيعة الحال الثلج طاح و 10 انشات المهم. احنا هنا بالنسبة لنا كنهضروا على الليل إذا هنا غتقول أصدقائي by nightfall. ما نقولوش at nightfall. كي يقول لي علاش؟ هنا طبيعة الحال هذه واحد الإكسبريشن غتستخدمها هنايا لأن مع الكونتكست ما تقدرش تقول at nightfall. كنهضروا على الليلة يعني بكاملها الليل يعني كامل ولا نقولوا الليل مثلا طاح 10 ديال الانش ديال الثلج هاد فول بطبيعة الحال حنا كنهضروا على الباس بيرفكت اوكي باس بيرفكت هنا بالنسبة لك غتستخدم باي لأن هذه اكسبريشن هكا كتمشي باي نايت فول اوكي ما نقولوش ات لأن ما كنهضرش على واحد سبيسيفيك راه كانت واحد ديوريشن في ديك اللحظة ملي كان يطيح الثلج يعني شوية ديال نقدروا نقولوا فور اكزامبل ديال الفهم اوكي ديال الكونتكست يساعدك تجاوب Next one, and the doctors hope that the spread of the virus, يعني كورونا, will slow down the summer. كيقولوا بأن الفيروس غادي ينقص كينقص يعني كانوا قالوا هذا الهضره في الصيف. إذا حنا بطبيعة الحال كنسمينا the summer دائما مع نقولوا في السيزونز كنستخدموا in. إذا هنا in the summer اللي كيمشي على the summer كيمشي على winter, autumn, okay, يعني fall بمعنى كيمشي على spring. Next one, and the dad always reads his daughter bedtime stories. يعني كيقرأ لها bedtime stories من كتبوت الناس. The evening, أنا كتهمني the evening. إذن أصدقائي بطبيعة الحال غنقولوا in the evening. علاش؟ لأنها كتمشي. دائما غتقول in the evening, in the afternoon, in the morning. عقل عليها نقدر نقولوا for example periods of time ولا the periods of the day. أوكي فترات اليوم كنستخدموا in. Exception, قلنا night ونون كتستخدم at. الموالية عندنا let's meet نتلاقاو يعني بطبيعة الحال كنهضرو على الفيوتشر هنا نون احنا قلنا نون اذا ما نطبق على نايت غينطبق على نون وغنقولو let's meet at noon وهذاك الريست نهار الامتحان بلا ما تبقى تفكر فيها دائما شوف غير الكلمة الناون اللي عندك والفارق منه وخدم اوكي next one my friends عندنا the cat was the past continuous was playing with a ball وعندنا the corner okay of Michael's room هنا ركزوا معايا مزيان جواب أصدقائي غيكون عندنا هنا in the corner هنا عندنا the cat was playing with a ball in the corner of Michael's room هو الجواب علاش ركز معايا إلا كان الكورنر سوري أوكي إلا كان الكورنر عندك الداخل في الدار إذا هنا راه الروم ديالو الداخل كتلعب في الغرفة ديالو الداخل في الكورنر الزاوية غنديرو in وإلا كان أصدقائي الكورنر على برا يعني ذاك الكورنر ديال الدار أوكي كيف ما كتعرفوا يعني الكورنر ديال الدار كيكون عندنا أربعة الأركان الركن على برا كنقولوا at عقل على هذه مزيان اوكي وكل اللي كيستخدم اون ولكن هنا اللي كيهمنا هذا كيبقى غير الفرق ما بين البريتيش والامريكان هنا اللي كيهمنا هنا هو هذه الكلمه منين يكون الكورنر داخل غتقول ان ولا كنتي باغي تقول عليه سبيسيفيك غادي تقول ات اد كورنر مثلا انا حاط الطوموبيل ديالي في الزاويه ديال الدار يعني برا نقول اد كورنر ما نقولش ان ذا كورنر ولا كنت حاط مثلا فور اكزامبل كتابي في الكورنر داخل نقول ان ذا كورنر نتمنى تكونوا فهمتوا بالنسبة next one she has sorry been a member يعني عضو of the committee في اللجنة يعني 6 سنين هنا كنديرو على الديوريشن ودائما مع الديوريشن عقل عليها كنستخدمو 4 إذا هذه سهلة أيضا هذه الكلمة كتخدم مع البيرفكت إلا عقلتو مع اللي تبع معايا مع البريزنت بيرفكت ولا بريزنت بيرفكت كونتينيوس ولا باست بيرفكت ولا باست بيرفكت كونتينيوس 4 next one عندنا what are we having dinner today شنو عندنا هذه سهله يعني شنو نقولوش in dinner ولا at dinner ولا by dinner نقولو for dinner what are we having for dinner دائما كتبغي تقول شنو عندنا الوجبه كتقول for dinner for breakfast okay for lunch يعني for example what are we going to eat as food next one عندنا
افريج، ركزوا معي هنا مزيان. افريج يعني بحال نقولوا هنا النسبه كتعني حتى المتوسط، يعني المعنى ديال هنا المتوسط ماشي البيرسونز ولكن عندها المعنى ديال المتوسط. اوكي حنا كتسمينا ديك افريج امبلويمنت ريت نسبه هاز بين جوين اب 1% سوري اي ما كتهمكش. هنا غنقولوا طبيعه الحال اون افريج، هذه اكسبريشن عقل عليها هكا دائما كتمشي اون افريج، ما كنقولوش ان افريج ات افريج باي افريج فور افريج، اون افريج ما ترجمهاش بالعربيه تعطيك على المتوسط فما بغيتي هكا. المهم اون افريج تيك سيت يعني جلس. اوكي ولا هاف ا سيت، غير كي قلت تيك سيت كتمشي بحال هكا بحال واحد النوع الكولوكيشن ولا اكسبريشن يعني. ايل بي ويذ يو ا مينيت، هذه معروفه يعني هذه كنستخدموها كعباره كنقولوا ايل بي ويذ يو ان ا مينيت، في غضون دقيقه ما نقولوش اون ا مينيت ولا ات ا مينيت ولا باي ا مينيت، ان ا مينيت يعني هذه عباره اكسبريشن. نيكست وان وي ديسايدد تو ميت. اوكي دسي هنا ركز معايا هنا غنقنعك، ملي قلت لك قبيله السبيسيفيك بليس يعني قررنا نتلاقاو في ستاسيون، ملي كنقولوا ستيشن بالضبط حنا كنهضروا على اد ستيشن. علاش اخويا؟ حيت الا قلنا ات حنا كنهضروا على واحد الاوبن بليس، واحد المكان مفتوح يعني مفتوح بمعنى هو طلق يعني ما مغطيش، اذا ما نقولوش ان ذا ستيشن وما نقولوش فور ذا ستيشن وما نقولوش باي ذا ستيشن. اذا انت غتقول لي قنعني انا كنقنعك غادي نديروا اد ستيشن على جوج الحويجات، اولا كنهضر على اوبن بليس يعني واحد البلاصه مفتوحه ما مسدوداش، ثانيا سبيسيفيك باش تجي منعت. فهمني مزيان. نيكست وان ذا بوس وود لايك تو هاف ذا ريبورت دي اند اوف ذا داي ات ذا لاتست، المدير ولا الرئيس ديالنا بغى التقرير يعني في النهار يعني على يعني فور اكزامبل في اخر اليوم على اكثر تقدير، هذا هو المعنى ديالها. اذا غنقولوا باي ذا اند اوف ذا داي ات ذا لاتست، هذه كتمشي اكسبريشن لايك ذيس باي ذا اند اوف ذا داي. My friends نتمنى تكونوا فهمتوا هذه الطريقة اللي خدمت معكم بها وتاخذوا فقط معلومات يعني اللي تكون في صالحكم انكم ان شاء الله تقدروا تجاوبوا يعني الامتحان ان شاء الله correctly. نتمنى لكم all the best. Don't forget please to share my modest channel among your classmates. See you next time ان شاء الله. Till that time goodbye.